وفي قطاع ذي صلة بتأمين متطلبات الحياة الأساسية، وجه مدير زراعة صلاح الدين عباس طه عباس اللجان الفنية بالشعب الزراعية للاستطلاع وجرد أضرار الفيضانات التي لحقت بالأراضي الزراعية المجاورة لحوض نهر دجلة، وشدد على ضرورة التعجيل بتقديم الكشوفات للحصول على الموافقات الرسمية بهدف تعويض الفلاحين عما لحق بهم من أذى. بالنسبة لموضوع الفيضانات في محافظة صلاح الدين، شهدت الأراضي الزراعية القريبة من حوض النهر من فيضانات أدت إلى يعني إتلاف محاصيل الفلاحين ومزارعهم. قامت مديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين بتوجيه الشعب الزراعية اللجان الفنية الموجودة بالشعب الزراعية للاستطلاع وجرد الأضرار الموجودة في الأقضية والنواحي من أجل يعني إنجازها وتكملة أسماء الفلاحين المتضررين لرفعها للجهات المعنية لغرض المطالبة بتعويض الفلاحين المتضررين.